الفنانة المتميزة القديرة فردوس عبد الحميد تعتبر واحدة من أكبر وأقوى نجوم الدراما التلفزيونية، شاركت في العديد من المسلسلات المتميزة، بدأ مشوارها من خلال خشبة المسرح القومي واللي قدمت من خلاله العديد من المسرحيات، كمان قدمت للسينما أفلام متعددة على من نطلق الرصاص والخريف والضوء والأسورة وناصر 56. قدمت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد للدراما التلفزيونية عدد من المسلسلات، منها ليلة القبض على فاطمة ومسلسل وقال البحر والنوة والشارع الجديد وكمان أنا وإنت وبابا في المشمش. شاركت في الفترة الأخيرة في مسلسلات زي الأسطورة ونسل الأغراب. بتشارك حاليا في مسلسل الضاحك الباكي واللي هتكلمنا عنه حالا في اللقاء اللي جاي واللي هنشوفه مع الفنانة المتميزة القديرة فنانة الدراما القوية جدا فردوس عبد الحميد، ولقاء متميز مع كاميرا فلاش. قعدت فترة طويلة مقلة قوي، لكن اليومين دول بعمل مسلسل بتاع الضاحك الباكي بطولة عمرو عبد الجليل، بعمل كمان مسلسل تاني اسمه مسلسل فيه مجموعة كبيرة جدا من الممثلين، منهم سوسن بدر، منهم هبة مجدي، من يعني مجموعة كبيرة جدا، فهم حاجتين جنف مع بعض. يعني هو طبعا مسلسل من المسلسلات العظيمة بتاعة الأستاذ أسامة أنور عكابشة الله يرحمه، وكان مقتبس من رواية الجوهرة، وكان معمول بإتقان شديد، والحقيقة كان له غرض سياسي، إنه الكلام ده كان من فترة طويلة قوي، وإنه إن الاستعمار يعني كان في إسقاط، إن الاستعمار عينه على خيرات البلاد عندنا فبيسعى لأخذ الكنز، فكان من الأعمال الجميلة جدا. يعني كان في الروح وكان في الإتقان وكان في الفنانين الكتاب والمخرجين عندهم هدف مهم جدا هو بناء المجتمع، وكانوا بيعملوا حاجات تحترم عقلية المشاهد.